السلام عليكم غزالات ديالي خوتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال. كنبغي نقول لكم سنه سعيده، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر، واخا باقي ما وصلش الوقت ديالها، ان شاء الله نكون انا السباقه، انا الاولى اللي كنقولها لكم. كيف ما كتشوفوا الغزالات ديالي، اليوم معكم فيديو جديد هنايا. صراحه اليوم السبت كنجمع الدار كامله، كنسيقها كامله، كنخلي الدار نقيه، لان الحد راكم عارفين الروينه اللي كتكون فيه، والانسان نهار واحد كيجلس يلاه يلاه يعطي واحد شويه الوقت لراسو، يلاه يعطي واحد شويه الوقت ثاني بحال هكا شي هوايه ديرو شي حاجه زوينه. المهم بلا ما نطول عليكم الهضره، هنا كما كتشوفوا سيق الدار بالسبت بالليل، جمعت كل شيء في الليل. هنايا كانت عندي شويه ديال المطيشه، جابها لي راجلي بزايد، قلت علاش لما ما نديرهاش لاصوص، حسن ما كتبقى تضيع بحال هكاك. كنطيبها من بعد ما كنغسلها مزيان، كنطيبها كنسلقها في الماء وكنطحنها البنات، كنديرها في الميكات في الكونجيلاتور، الا بغيتها الحريره ولا لاصوص واجده كتجيني سهله. كنعطرها غير بالعطريه، وهنا غسلت الحوت خليته يتقطر باش نهار الحد نلقاه ناشف مزيان. وهنايا التقديه راكم عارفين ديال نهار السبت، هنا خديت القزبور والمعدنوس والكرافس بزايد، خديت الشيبه نعناع حتى هما قديتهم في لي بلاستيك وهدرتهم في الثلاجه. وهنايا كان نهار الحد الغزالات كما كتشوفوا، الفطور ديالنا نوض بعدا الدار ملي كتنوض وكتلقاي الدار نقيه كتحسي بواحد الراحه بحال شي حمل كان ثقيل عليك وحيدتي. وهنايا البنات وجدت الفطور ديالي عادي بحال ايها الناس، فطير بسيط وداكشي على قد الحال، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ونشكر على هاد النعمه هادي. وهنايا تندير واحد العصير ديال الليمون. صراحه البنات انا كيجيني هاد الليمون اللي كندير هكا كيجيني ساهل، كنقشر ليه الجلوف ديالو وكنطحنو في المولينيكس مع واحد شويه ديال السكر، كيجي بحال معصور بحال معصور باليد. غير هو الصفاية البنات، ملي كنصفيه كنخلي الصفاية اللي كدوز ليا داك اللب ديالو كيبقى واحد شويه بحال عصره، يعني ماشي بحال مطحون في المولينيكس. المهم انا غنشارك معكم وغتشوفوا كيجا. وصافي الغزالات ديالي هنا، كنت ديجا بروغرامي شنو غادي ندير الغدا، حطيت الفطور ديالي، فطرنا ساليت الحمد لله، جلست واحد شويه شديت التليفون ضروري، انا كناكل الله يستر بالتليفون كيبقى يغوت عليا راجلي. المهم فطرنا كلينا اللي قسم الله صافي. كنت ديجا انا علاش جلست، حيت ديجا دايره بروغرام ديالي للغدا، يعني عارفه راسي شنو غندير، يعني ما عنديش علاش غادي نوض وعاد نبقى نفكر. ايوا صافي الغزالات، هنايا من بعد ما فطرت ساليت جمعت المعنات، هنايا دابا غندوز للمسكي. هنايا صافي درت زيف حياتي، عولت صافي ما فيهاش شك، جمعت راسي جمعت شعكوكتي. درت الطابليه، ايوا صافي انا نوضر داكشي على الكوزينه عاوتاني. واخا هي صراحه راه مجموعه غير هي الغدا وداكشي راكم عارفين كتبقى الروينه سورتو الا كان الحوت. صافي الغزالات ديالي دابا هنايا من بعد ما شمرت على دراعي، نطلت الكوزينه حيت دوك الكويسات ديال الفطور حطيتهم في لافابو باش يتغسلو باش يتغسلو. هنا راه هو العصير، هو داك البنات اللي قلت لكم كنطحنو شي كيجي بحال معصور باليد. هنا صافي رديت البنات كل حاجه لبلاصتها، الفرماج حيت كونفيتور حيت اتاي، انا البنات ما كنخويش اتاي باش ندير لكم في بالكم، انا اتاي الا بقى لي في البريق ما كنخويش كنخليه في البريريد، حيت راجلي وقت ما رشقات لي كيقول لي عافاك شي كويس ديال اتاي كنسخن ليه نحطو ليه، يعني هكا الا حطيت ليه نحط ليه يشرب منه مره راه صافي راه غادي يتسال. وهنايا دزت لذاك القزبر والمعدنوس البنات، من بعد ما غسلته وقديته وغسلته مزيان مزيان تتحيد من التراب، انا في الوسواس البنات الوسواس الخناس، كنبقى نغسل حتى كنعرف الحاجه انا تقطعات من هذيك مثلا داك التراب ولا داكشي، تنصوصو مزيان كنبقى نضربو مزيان مزيان في الشبكه، كنغسلو ونضربو مزيان في الشبكه حتى كيتقطع منه التراب مره، ودرتو يتقطر باش صباح هكا كما كتشوفوا كيجينا مورق، كيجي ساهل حتى في التقراد اللي بغى يقردو بيديه ولا في الهاشوار كيجي البنات ساهل. المهم انتم كما تشوفوا
هنايا غادي نقردو غنخليه في الكونجيلاتور البنات. هكا الحريره كتكوني باغاها دغيا خفيف ظريف داكشي كتلقاي كلشي واجد عندك. الحمص حتى هو البنات انا كنفزقو كنديرو في الفريغو. اللوبيا حتى هي كنفزقها ونديرها في اللوبيا في الفريغو يعني ما كيوقع لها حتى شي حاجه. منين كتبغي طيبي كتجي كتجبدي الميكا ولا كتجبدي القياس اللي بغيتي صافي وكتحطي. المهم نتوما كما كتشوفوا غادي نطحن داك البنات. انا ما كنبقاش شاده الهشوار بيديا حتى كيطحن كيولي داك الشيء ميه، لا كنبقى غير بحال كنقيس الهشوار بصبعي وكتطحن. يعني الا بقيت باركه على الهشوار غادي تجيني مطحونه 100%. انا بغيت يبقاو دوك الحبيبات ديال القزبر والمعدنوس باينين. هانتوما كما كتشوفوا دابا هنايا غادي نقطع الكرافس. كاينين شي عروشه ديال الكرافس البنات كيكونوا غلاط، كنقسمهم بحال هكاك على جوج باش كتجي سهله في التقريده وفي الطحين كذلك. المهم هنايا كنقرد كنساعد الهشوار ماشي كنقرد بيدي، مي كنساعد البنات الهشوار باش ما كيبقاوش ليا دوك الريوسه اولا دوك العروش ديال القزبور وديال الكرافس غلاض. دونك انا بحال غير كنعاون ديك الهشوار كنقطع باش يتعاودوا يتعاودوا يتحموا. الهضره مشات. المهم انتم كما كتشوفوا حبيباتي حتى هي تندير نفس الحاجه اللي كندير القزبر والمعدنوس، كنبقاش باركه على الهشوار كنبقى غير كنقيس وصافي باش ما كتطحنش ليا بزاف. المهم صراحه خصكم نهار اللي جلست ترتاح ما كاين لا راحه لا والو. تنبقى نقول لراجلي انا صراحه راه نهار الحد راه ما خصنيش نوم. تيوي اه شي مشكل اه نجيب لك البنت اللي تعاونك ماشي مشكل. كنقول لي لا صافي انا في اللي نوض غنوض وغنشقاو بخير. المهم هنا كما كتشوفوا درتهم في الميكات. هنا البنات خليت القزبر ومعدنوس العبار اللي غادي نخدم به في الحوت، يعني الشيء الاخر درتو في الكونجيلاتور وهذا خليته باش غنخدم به الشرموله ديال الحوت. هنا البنات كنحيد النفس من الميكا. هنايا انتوما كتشوفوا هذه المطيشه حتى هي البنات حتى المطيشه ديال الحك هكا كندير لها، يا اما كنديرها في بواطه الا كان عندي شويه خديت مثلا داك الحك مويان كنديرو في بلاستيكه لا بقى لي كنديروه في بلاستيكه. الا خديت داك الحك الكبير اللي كناخذو الكبير ديال اللي كيكون ديال القزدير كنديرو في بلاستيكه وكنتهنا. المهم داك العصير اللي بقى ليا درته في قريعه نحيد عليا الماعن. وهنا الحبيبات ديالي الغزالات غسلت العدس من بعد ما كان منقي، انا ديجا كنخليه منقي غسلته مزيان درتو يسقطر في الصفايه. انا البنات العدس ديالو كان العدس ديالي كنديرو خفيف ظريف ما فيهش قوه تعقيدات ما فيهش قوه شحار. هانتوما غادي تشوفوا بعينيكم هنا درت القزبر ومعدنوس جوج معلقات، نتوما القياس ديالكم. هنا عندي 4 ديال الدروس ديال الثومه 3 كبار واحد صغير غنحكوهم مزيان. كيجي البنات ساهل. عندي انا العدس اللوبيا ما كنشحرهمش والاقامه ديال الحريره ما كنشحرهمش في البلاصه كندير الاقامه كنغلي بالماء سخون صافي كنسد عليها الطيب. ما هادو ما كنشحرهمش. هنا كما كتشوفوا الغزالات غادي ندير العطريه اللي غادي نحتاج فيها التحميره والبزار الخرقوم والسكينجبير والكامون. هنا الملح البنات ما درتوش حيت كنا غادي نتغداو مع جداتي غنديو الغداء ونتغداو مع جداتي وجدة كتاكل المسوس دونك خليته حتى نمشي للدار وغادي نسخن ليها ديالها عاد نزيد الملحف ديالنا. هنا البنات دارت التحميره تقريبا البنات غديروا جهد نص معلقه نص معلقه كذلك البزار حتى هو راس معلقه سكينجبير حتى هو قياس نص معلقه والخرقوم البلدي حتى هو كذلك راس معلقه البنات.
الخرقوم والبزار راس معلقه، الاخرين كندير نص معلقه، الكمون درت معلقه كبيره حيت تعجبني المذاق ديال الكمون في العدس. وهنا غندير تقريبا معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. كما كتشوفوا قطعت البنات بالموس جهد معلقه كبيره. البنات غادي نزيد جوج مطيشات، واحده كبيره واحده صغيره، مطيشات عاديين غادي نحكم. وهنا البنات زيت درت زيت نباتيه، اللي عنده ما كيبغيش يدير زيت نباتي يدير زيت الزيتون، انا صراحه ما متوفراش عندي، درت غير الزيت العاديه. هنا الملح كما قلت لكم ما غاديش نديرها حتى نعزل جداتي. وصافي البنات انتم غتشوفوا انا ما كنشحرش، كنغلي في مره وغنسد الكوكوط على العديسه ديالي خليها طيب. هنا البنات غادي نزيد دوك جوج مطيشات، على ما تطلع الغليه غنحك ديجا مطيشه ونخويها. كما كتشوفوا حكيتها البنات صافي. دابا غنسد الكوكوط وندير لها الصفاره واحد 15 دقيقه بحال هكا، حيت ديجا هاد العدس كيطيب مزيان. هنا البنات الحوت ديالي كنحتاج للترموله، الخل درت شويه الخل، درت معلقه صغيره ديال الهريسه الحاره، هنا نص حامضه عصرتها في فوق ديال فوق القزبور ومعدنوس. هنا غندير البنات الاقامه، غندير تحميره، درت واحد راس نبيشه، شويه معلقه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم. وهنا البنات الكمون كذلك كنكثر فيه، يعني هذه هي الاقامه اللي كندير انا في العطريات الحوت والثومه. والملحه كذلك ما غنديرهاش حتى ندير الجده، الحوت ديالها اللي مسوس عاد نزيد الملحه ديالنا. انا البنات عندي الحوت كيعجبني فيه القزبر والمعدنوس، كيعجبني يكون محمض والثومه، هذا هو صراحه هو اصلا هادشي كيكون فيه، ولكن كيعجبني يكون بزايد ديك المذاق يكون فيه باين. يعني هنا البنات الثومه غادي نحكو واحد 4 دروس كبار ديال الثومه، اللي عنده صغار يدير 5. صافي هنايا حبيباتي انا ما غنديرش حوته وحده على وحده، غادي ندير وحده وغادي نسدها. هو الصراحه البنات كو كان الفران يلا ان شاء الله بغيت ناخذ شي واحد، كوكل الفران عندي فران ديال البوطه ملي صلحتو هذا ما بقاش ليا فين غادي نحطو، دونك غنحيدو. كوكل الفران كتست فيهم فلاطه ديال الفران كيجيو حسن صراحه، طايبين زوينين، مع انه دابا ما عنديش الفران حاليا، غادي نقليهم في شويه ديال الزيت وما كثرتش الزيت، درت غير شويه بحكم انها غاليه والصحه بجوج. وصافي هنايا غادي ندوز لدوك المهنات، ما غاديش نخلي الروينه مورايا، واخا غنمشي عند جده غنحيد كلشي، نخلي الكوزينه مجموعه كيف ما كتشوفوا، حيدت عليا الروينه كامله. نتوما عارفين البنات الحوت ملي كيكون راه كتكون الروينه، وهذا الشيء عاد انا كنخدم بشي حاجه وكنغسلها، كنخدم وكنغسل، هذا الشيء اللي بقى ليا بقى لي غير ديال الحوت ديال الترموله وداك الشيء، صافي حتى هما غسلتهم ومشيت ناضيه لعند جده. وهنايا البنات صافي ساليت جمعت كوزينه، بقى لي غادي نقلي الحوت باش غادي نمشيو. قليتو قادي داكشي ديالي في مزيان في لي بواط. هنايا البنات انا صراحه كندير سميده ولا طحين سبيسيال مي ما عنديش، درت الفورس عندي يعني، كانت عندي سميده ولكن كنت بغيت شي حاجه اخرى، دونك انا قديت بالفورس، ما واخا ما كيعجبنيش بزاف هكاك داك سميتو الحوت يجي ليس بحال يجي، المهم كيعجبني ديك التقرميشه تكون بحال فيه السميده ولا داك الطحين سبيسيال كيعجبني نقلي به الحوت. هنايا صافي بديت كنقلي الحوت، هنا مزيان كننفضو مزيان من الطحين. كما كتشوفوا
وصافي هنايا الغزالات ديالي، درت واحد الشليضه دغيا خفيفه ظريفه، درت فيها الخس قطعته بحال هكا دغيا كتوجد. حتى جيت فيها البنات شلاضه الخس ونص بسيله مطيشة وحده خياره وحده و هادو اللي مسطراجي مشى ليها نتوما غادي تشوفوا مشات ليا سميتو. صافي هنايا قررت السلطه كما كتشوفوا، غندير شويه ديال الابزار شويه ديال الحامض وزويته حيت هي ما غنديرش ليها الملح، حتى نمشي لعند جدة نعزل ليها ديالها عاد ندير المليحه ديالنا حنايا. انا البنات كتعجبني الحموضه بزاف، ما عرفتش مع انه انا مريضه وكيضرني المصران وخصني نحيده، ولكن البنات كتعجبني شي حاجه محمضه كتعجبني، اي حاجه فيها السيترون كيعجبني. وهنايا صافي وجدت السويك ديالي، درت فيه شليضه درت العديسه درت الحوت موناضه كلشي العصير اللي بقى حيت راجلي ما كيشربش موناضه. وصافي هنايا مشينا لقينا جده صايمه مسكينه حيت الاول ديال الشهر، وتغديت غير انا وراجلي وخليت لها غدا هي. من بعد هنا ما جينا في العشيه حيت غادي نخرجوا، قال لي راجلي نخرجوا، قلت ليه واخا، قلت له ولكن نتسنى بلاتي نخربق واحد شويه ديال البغرير حيت صراحه والله كنت مشهيه من الغدا وانا دايره في راسي، داكشي علاش ما بغيتش ندير السميده. صافي هنايا البنات احتاجيت ربعه ديال السميده، ثلاثه المعالقات ديال الفورص رطب، الملح كنحتاج راس معلقه ديال الخميره، وخماره ديال الحلوه. هانتوما كما كتشوفوا معلقه صغيره ما عمراش، بنات ما تكونش عامره باش ما يجيكمش البغرير فيه المذاق ديال الخميره بزاف اولا خامر بزاف. وهنا البنات غادي نحتاج وخماره وحده حمراء ديال الحلوه. صافي هذا هو البغرير ديالي البنات، ونحتاج المدافي فقط. صافي المدافي غادي نخلط به البغرير، ما كتشوفوا البنات هنايا نخلطو مزيان، غندير القياس الماء من الاول ماشي حتى نبدا نطحنو عاد نزيد الماء، لا كندير القياس ديال الماء من الاول وكنطحنو في داك الماء ديالو. البنات هذا هو سر النجاح ديال البغرير، شي اون فوا كتبداي تخلطي هكا وتطحنيه وحتى تطحنيه عاد تزيديه الماء كيخسر لك البغرير، واخا يكون كيسق معاك كيخسر لك هكاك، مي الا درتي الماء من الاول القياس ديالك وطحنتيه وطحنيه مزيان البنات، ها نتوما طحنوه مزيان البغرير كما كيبقاوش يبانو دوك الحبيبات ديال السميده، كونوا على يقين انه غادي ينجح معكم واخا طيبوه من المره الاولى. كان هذا هو البغرير المتواضع ديالي البنات، صراحه ماشي كان انا كنقول لكم زعما شنو ديروا، مي داكشي اللي انا كنديروا كيصدق ليا كنقولوا لكم. وكان هذا هو البغرير. وهنايا البنات العشيه وخرجنا صراحه مشينا للهرهوره، مشينا لتما لواحد سناك يديروا بيتزا زوينه عندهم داكشي زوين، ونتمنى من الله انه ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو، وما تنساونيش من لي لايك والبارطاج الى عجبكم لا فيديو، وشكرا لكم الى فيديو جاي ومع السلامه، باي باي.